من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويحبون أن يكونوا يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير والخير يكفرون والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سكن أصحابها قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلموا ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطعنة من دونكم لا يألكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم هذه الكتب تقولون ها أنتم أولئك تحبون ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا يضركم شيئا إن الله بعمل محيط وإذا غدوت من أهلك تبرر لمقال القتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بالثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلى إن تصبروا وتتقوا يأتكم قوم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى تطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا ويثبتهم فإن قلب خائب ليس لك من أمر شيء ولا شيء لا تبالي ويعذب فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الله سمع الله لمن حمده حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ربكم وأضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يؤمنون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا الجهل فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدوء وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قوم فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ المشهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كرهتم تمنون أن تلقوا فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان سنعتمد إلا بإذن الكتاب المؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قول إلا قال ونغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ديننا وتبع أطباعنا ونصرنا القوم الكافرين فآتاهم نصاب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وخير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يزل بسلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد سرعون وعدوا فأحسن بزنية إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من مراكم وتكبر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخركم بأصحابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد ربما عسى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من أمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قلنا ها هنا قل لكم كتب منكم لبرز الذين كتب على القتل وضجعهم وليبتلي الله ما في صدركم ولم يحصل في قلوبهم والله يهم ذات الصدور إن الذين تولوا منهم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان يبعد ما كسبوا لقد أخى الله بهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا تكونوا كالذين كفروا قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله تعالى يسير ولئن قتلتم في سبيل الله مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لئنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إذا عزمت فاتقوا الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده وعلى المتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي ما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع نورانك من باع سخط من الله وهو جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير يعملون لقد من الله على المؤمنين تاخذهم رسولا من انفسهم تدعو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين اولما صوت المسلمه قد اصبت مثليها قلت من هذا قل ومن
أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا في القتل في سبيل الله قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم يكفرون بين قولهم بالإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وأعلم ما يكتبون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعوا ما قتلوا قل فادعوا عن أنفسكم وتلوا كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما تلوا وأتاهم من فضل ربهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله